هل تعلمون ما معنى مرج البحرين؟ مرج، كلمة مرج كلمة غريبة جدا، لها ثلاثة معاني أيها الأحبة. في اللغة العربية لها ثلاثة معاني، المعنى الأول بمعنى اختلط، والمعنى الثاني اضطرب، والمعنى الثالث اختلف. هذه المعاني الثلاثة نجدها بين البحر العذب والبحر المالح. هناك مشهد في غرب كندا يحدث، تذوب الجبال الجليدية العذبة وتشكل بحرا عذبا بلون فاتح، ويبقى الماء المالح بلون غامق. تصوروا أيها الأحبة أن العلماء عندما درسوا هذه المنطقة وجدوا بالفعل أن منطقة البرزخ بين هذين البحرين، هذه المنطقة فيها اضطرابات في نظام حركة الماء، أي الجريان مضطرب هندسيا. إذن هذا المعنى الأول اضطرب، وهناك اختلافات في درجات الحرارة بين الماء العذب والماء المالح، إذن هذا معنى اختلف. وهناك اختلافات أخرى في الكثافة والملوحة ودرجات الحرارة. المعنى الثالث امتزج، بالفعل هناك عمليات مزج تحدث باستمرار على مدى 24 ساعة، وعلى الرغم من ذلك يبقى هذا المنظر ويبقى هذا البرزخ شاهدا على صدق الله الذي قال: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبقيان. صدق الله.